السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض الستيك مشوي والخضار المشوي والرز الابيض بطريقة سهلة وبسيطة، اكل صحي وجميل وينفع لاصحاب الدايت. بس انا اقول لكم عملناه ازاي، ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. تعالوا نقطع حتة ستيك مع بعض، اقول لكم قد ايه دايبة ما شاء الله تبارك الله. شايفين واللحمة الرزية ازاي مستوية وزي الفل، شايفين روعة بجد. انا عندي هنا ستيك اللي هو انتركوت متقطع شرايح اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، اهو نفس التقطيعه دي. قولي الجزار انا عايزه انتركوت تعمله ستيك، هديك نفس القطعيه دي بالظبط دلوقتي. وعندي هنا خضار عشان نعمله مشوي مع الستيك المشوي. يلا نبدا ونتبل الستيك ونبدا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي اول حاجه هنتبلها الفلفل الاسود، نحطه كده على الستيك بالشكل ده على كل ناحية كده من الستيك عشان يخش له كل التتبيلة. انا اللي متابعني عارفين انا ما بحبش التوابل كتير في الاكل، عارفين انا بحب ايه يعني الحاجات تبقى بسيطة عشان نحس بطعم الايه اللحمة. حط هنا شوية ملح، يعني ندهك شوية كده الملح بالفلفل الاسود بالشكل ده. نحط على دي كمان فلفل اسود والملح، هنقلب بقى على الناحية التانية برضو نفس الخطوات، فلفل اسود وملح. دي من الناحية التانية اهو على كل النواحي كده فلفل اسود وملح. والاصحاب الدايت حلوة جدا، خضار مشوي وستيك مشوي مفيش اي ضرر. الملح برضو بسم الله. تبل برضو كويس كده، ندخل كده الفلفل الاسود كده والملح جوه الانسجه بتاعت اللحمه، ونحط عليها بقى ايه زيت زيتون. بسم الله، عندك زيت ذره حطي زيت ذره، بس هي الوصفه زيت زيتون صحيه. بسم الله، ممكن تحطي زيت كريستال زيت ذره اي زيت عندك. بالشكل ده كده واسيبها شويه منقوعه كده حوالي نص ساعه، كل ما تنقعها اكتر كل ما تديكي افكت احلى وطعم احلى وتست احلى. سيبها منقوعه شويه لغايه ما اقطع الخضار. اقطع دلوقتي الكوسه، ممكن اي خضار عندك، عندك بروكلي حطي بروكلي عادي بالشكل ده كده. برضه هنتبله، برضه الخضار هنتبله بأي توابل تحبيها بالشكل ده. قطعت دلوقتي بطاطس برضه نفس الشكل كده بتاع الكوسة. بسم الله، قطعنا البطاطس كلها اهي صوابع كبيرة اهو بالشكل ده، والكوسة قطعناها. هنتبل دلوقتي الخضار، هنا عندي توم باودر بصل باودر سبع بهارات، عندنا هنا فلفل اسود، عندنا بابريكا طبعا والملح طبعا بتاعنا، وعندنا هنا زيت زيتون. بسم الله، نحط كل التوابل دي كلها مع بعض عشان نطعم الخضار. نحط الملح بتاعنا بسم الله مش قوي عشان ده اكل صحي، وهنا زيت الزيتون بسم الله بالشكل ده. هناخد كل المقادير دي كلها مع بعض، الملح كلها بالتوابل كده بزيت الزيتون، ممكن تحطي زيت كريستال عادي اي زيت عندك. وجبة صحية ومفيدة وفيها خضار وجميلة جدا وطعمها روعة.
كده خلطنا كده الخضار بالتوابل كده بالزيت كويس. دلوقتي بقى ايه، تعالي نشوي مع بعض بقى ايه الستيك والخضار. دلوقتي هنشوي في قلايه هوائيه، ما عندكيش قلايه هوائيه، اي طاسه على النار او ممكن في الفرن، نفس الخطوات دي كلها حطيها في الفرن. حطي دلوقتي في القلايه الهوائيه كده. انا عملت لكم قبل كده ريفيو عن القلايه الهوائيه في القناه، هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف بالشكل ده كده. ممكن نحط كمان معاها خضار. كده خضار كده ايه بالشكل ده كده. نحط بطاطس وجزر وكوسه وندخله القلايه الهوائيه على درجه حراره 200 لمده حوالي 20 دقيقه. هتلاقيه استوى زي الفل وخد لون كده. خد 20 دقيقه بالظبط في القلايه الهوائيه واستوت زي الفل، شايفين الجمال. عايز اوريك الشكل، بسم الله. شايفين كده الستيك جميلة ازاي، متحمرة من بره ومن جوه اهو، شايفين شكلها تحفة ومتحمرة. 20 دقيقة بالظبط في القلاية الهوائية استوت هي والخضار، والخضار استوى اهو ما شاء الله تبارك الله اهي، والجزر. يلا نقدم مع بعض. كده انا عندي ستيك استوى زي الفل اهو، شايفين ما شاء الله تبارك الله. خد 20 دقيقة بالظبط في القلاية الهوائية، وأكل صحي وفيه كل الفوايد، شايفين جمال والريحة قلبة الدنيا. حط بقى دلوقتي الخضار، الخضار مستوي اهو زي الفل. عندنا الكوسة والجزر، انا عملت رز جنب الاكله دي، رز ابيض. نرص مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم في الطبق الجميل ده المتكامل؟ اكل صحي وجميل ومخدش وقت مننا. يا رب اكون افدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قطع دلوقتي حته ستيك مع بعض، اوريكم قد ايه دايبه ما شاء الله تبارك الله، شايفين. واللحمه الرزيه ازاي مستويه وزي الفل، شايفين روعه بجد.